وكما قال تيتي مدرب المنتخب البرازيلي لست تقول أن هذه مباراة ودية، ما في وديات عندما يتعلق الأمر بلقاء فيه الأرجنتين وفيه البرازيل وفيه العاشقون من كل حدب وصوب. عامين كاملين من النجاحات المدوية لهذا الرجل. طبعا وإن كانت طبعا خسارة البرازيل في المونديال الماضي لا شك أنها ألقت بظلالها. نيمار في موقف التسلل في المباراة، الكل بالفعل مستمتع، ونيمار الآن فاصل من المتعة، فاصل من المتعة، فاصل من الله. تأتي الكرة الأمام ويأتي الإبعاد، في إبعاد الكرة لصالح المنتخب البرازيلي عن طريق جيسوس، عرقل من تاليا فيكو، نيكولاس يعرف الأوروبا، وهذا اللاعب أيضا الذي كان في بورتو البرتغالي بعد ذلك إلى ريال مدريد، ومن ريال مدريد يذهب إلى مانشستر سيتي حيث بيب غوارديولا. الشوط الأول من المباراة، المباراة رقم 105، التاريخ يقول بأن هناك أفضلية تاريخية نسبية للبرازيل، 40 فوز للبرازيل طبعا على الأرجنتين، 38 فوز للأرجنتين على البرازيل. ضربة الحرة المباشرة الخطيرة في الكرة المابية، وبالتالي تصل وروميرو حارس المرمى ربما يشتكي من عدم الجاهزية لأنه لا يلعب طبعا مع فريق مانشستر يونايتد. الكل يعلم بأن الخيار في مانشستر يونايتد عند ضغط الماضية من عمر هذه المباراة. تأتي المحاولة تنقل تلعب لازالت للبرازيل، محاولة التسديد، تأتي العربية الجميلة ولكن بعض اللاعبين، تأتي المحاولة الجميلة، جيسوس جابرييل في المكان السليم، محاولة المرور والتولى. هذه كرة تلعب الآن نعم للأمام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي الإبعاد، يأتي الإبعاد. زالت المدرجات في غاية الفرح، ولا زال نيمار يواصل عطاءات الكروية، ويأتي الخطأ الآن. احتجاج برازيلي عنيف بعد تدخل عنيف كان، والإنذار يخرج للمرة الأولى في هذه القمة على باريدس. المدرب الذي يخوض مباراة الرابعة لم يعرف طعم الخسارة عند تعادلين وعند وعند فوزين وتعادل. فرصة الآن تتاح للكثير من الشباب اللي عليهم الآن طبعا استغلال هذه الفرصة. فيليبي لويس خطيرة جدا الكرة الماضية، وعند حارس المرمى روميرو، روميرو حارس المرمى خبرة كبيرة. باريدس نقلت ولعبت وسددت قوية ولكن خارج الملعب في الكرة الماضية، خارج الملعب في الكرة الماضية. شفت هذه اللعبة العالية من كاسيميرو، بعد ذلك طبعا وصلت لميراندا، هذا قلب الدفاع، لكن أبعدها أوتاميندي. أوتاميندي هو من لعب دور
حارس المرمى، تخطت حارس المرمى، لكن أوتيل في ليلة في جدة لا تأتي كثيرا عزيزي المشاهد. ولذلك هذا ما أقوله الآن، هذا ليونيل سكالوني الذي يتحدث مع الحكم الرابع في المباراة، مباراة أشبه بحفل كامل الأناقة، حفل كامل الأناقة. ضربة حرة مباشرة، الضربة الحرة المباشرة هذه لو كان مثلا ميسي أكيد أنه سيكون المنفذ في غياب ميسي، ربما أنخيل دي ماريا، ولكن أيضا أنخيل دي ماريا لم يأتي مع المنتخب. لكن ديبالا، ديبالا بالقدم اليسرى ما سجل في 15 مباراة دولية، ما أحلاها يا ديبالا، تسجل في مرمى البرازيل. أوه أوه أوه، والله شكلها رايحة، شكلها رايحة، لافة جميلة. الله 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 الله، حركت القلوب وحركت